هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ فيديو النهارده هيكون توب 5 كونسيلرز من الهاي اند اللي استخدمتهم وجربتهم وعجبوني. هقول لكم افضل 5 انواع من الهاي اند، عشان دايما لما حد بيحب يروح يجيب حاجه غاليه بيبقى مش عارف يعني ايه افضل حاجه. لو عايزين تعرفوا ايه اكتر كونسيلرز انا حبيتها من الهاي اند، keep watching. هكلمكم بالترتيب عن يعني هكلمكم افضل نوع عندي اللي هو التوب 1 وبعد كده اللي بعده، بس مش معنى كده ان الخامس مثلا وحش ولا حاجه، بس لا، انا هكلمكم عن اكتر حاجه انا بحبها وايدي بتيجي عليها ومخلصه منها كذا واحده. يعني اول حاجه اللي هو تارت كريسلس، انا هحط لكم الشكل الفول سايز بتاعه اللي معايا ده اللي هو الميني سايز او الترافل سايز. بيجي كميته صغيره قوي، لو انتوا ثانيه واحده اقول لكم، دي كميته 1 جرام وخلص معايا في اسبوع. فلو انتوا حابين اصلا البرودكت، يعني لو انتوا استخدمتوه وحبيتوه، ما تجيبوش الترافل سايز، هاتوا على طول الفول سايز احسن لكم، اوفر لكم بكتير. وساعات اصلا سيفورا بينزل عليه سيل فبيخليه تقريبا ب60 درهم او حاجه، فبيبقى سعره سعر بتاع لوريال مثلا. فده من احلى الكونسيلرز، انا ما اعرفش هو هيطلع ولا لا، بس بيغطي فول كفرج. بصوا هو خلصان اصلا، بس يعني السول قبل كده ما فيش حاجه، بس يعني نقطه منه، يعني النقطه دي كده تكفي تحت عيني وزياده. كمان هايدريتنج جدا تحت العين، مش بينشف تحت العين خالص، يعني هو عكس تماما بتاع تارت شيب تيب. شويه ناس اشتكت ان هو بينشف تحت عينها، بس ده لا خالص. بصوا غطى قد ايه، يعني شوفوا العروق الخضراء اللي عندي دي او الزرقاء اللي عندي دي تحت الجلد، بصوا فول كفرج وشكله حلو جدا تحت العين، كأنك حاطة مية تحت عينك، بيدي لمعة حلوة تحت العين، مش حاجة مستفزة، وكأن شكلك هيلسي وكده البشرة مترطبة. فده اول واحد وبصراحة حلو جدا. تاني واحد هو اكتر واحد انا بستخدمه الفترة دي اللي هو بتاع بينيفيت اللي هو اسمه بوينج، ده اللي هو اسمه كيكليس كونسيلر. عيبه بس ان هو كميته 5 ملي، فكميته صغيرة، وده الحجم الفول سايز منه مش الصغير. الدرجة اللي معايا دي رقم 6، نسيت اقول لكم درجتي في تارت كريسلس 33N 333N. الدرجة دي رقم 6 كويسة، دي اللي انا حطها النهاردة، فمش مثبتة بودر، فهو حلو جدا، يعني تحس ان هو سحر، يعني ما تثبتيهوش ببودر وما بيكسرش، ف غريب يعني. وبتاعته ميديم، مش فول زي التانيين اللي هتكلم عنهم، يعني مش زي تارت ومش زي تو فيست والحاجات دي، لا تخطيطه شويه في النص كده، بتلاقي ان تحت عينك العروق مثلا باينه من تحت قوي، يعني مش بيغطي تماما، مش بيمسح، بس تخطيطه حلوه، مناسب لكل يوم. بس عيبه الوحيد ان هو سعره غالي وكميته صغيره، فهيخلص معاكي بسرعه، بس غير كده هو حلو جدا. احلى حاجه فيه ان انت تحطيه وما تحطيش اصلا باودر، وهو بيقلب باودر يعني بينشف، ومش بينشف تحت العين ولا حاجه، ف تحفه بصراحه. واحد بقى اللي هو تارت شيب تيب بتاعي، مفيش حد ما يعرفوش، مفيش حد اصلا، ما يعني ناس كتير قوي جربته، يعني مفيش حد ما سمعش عنه حتى. فظيع، بيتباع منه تقريبا كل 3 دقايق كونسيلر، يعني من البيست سيلر عند سيفورا، اخد 5 ستارز، ف تحفه جدا جدا. النقطه منه بتكفي، انا عندي منه درجتين، الاثنين كويسين عليا، بس اللي هي ال 29N اللي هي لايت ميديوم دي احلى عليا من ال 27B اللي هي لايت ميديوم بيج. يعني اللايت ميديوم بيج دي شويه جايه على هنت كده روز، انما دي على اصفر، فدي احلى شويه عليا من دي، بس الاثنين اوكي شغالين. يعني ممكن اوريكم برده الاثنين شكلهم عامل ازاي، بس هنا انا حطيت ده. دي اللي هي 27B والتانية دي 29N. دي 29N ودي 27B، هتلاقوا دي شوية فيها هنت على روز كده، بس تمام الاتنين حلوين معايا والاتنين كويسين، تخطيطه فول كفرج، فحلو جدا للمناسبات. بينشف شوية تحت العين، الناس اللي تحت عينيها جاف، فممكن تثبتيه بودر خفيف كده، او تستخدمي، هما نزلوا منه اللي هو الاصدار الجديد بتاعه، نزلوا منه واحد هايدريتنج، الباكجينج بتاعه من هنا شوية على ازرق، فنزلين منه حاجة هايدريتنج العين، علشان الناس اللي بشرتها جافة وكانت بتشتكي من الموضوع ده، فهم عدلوه. يعني كميته كبيرة، هتقعد معاكي فترة طويلة، كميته 10 ملي، فحلو جدا برضو كونسيلر، احلى الكونسيلرز اللي ممكن تجربوها. وبيتهيألي مفيش ميك اب ارتست
استغنى عنه. رابع واحد بقى اللي هو من تو فيست اللي هو اسمه بورن ذس واي مالتي يوز سكالبتنج كونسيلر. عندي منه الحجم الصغير وعندي منه الحجم الكبير. الاول جبت الصغير عشان اجربه، لو عجبني اجيب الحجم الكبير. هو عجبني بصراحه، بس الحجم الصغير كميته 4 مللي، فحلوه نوعا ما عن تارت كريسلس. بصراحه انا اتصدمت، انا استخدمته اسبوع لقيته خلص. ده ايه ده؟ هو ممكن تعملي بيه كونسيل كونتور هايلايت اند ريتاتش، وفي ناس تستخدمه كفاونديشن. الكميه بقى بتاعت الكبير بتاعته كميه ممكن تقعد معاكي يعني العمر كله، اللي هو 15 مللي، فدي ممكن تقعد معاكي كتير جدا لو انت طبعا بتستخدمي كل يوم. تخطيطه من ميديم تو فول. لو حطيتي طبقه وبعدين حطيتي نقطتين كمان ولا حاجه، مش هيكسر ومش هيعمل اي حاجه. بيمسح فعلا يعني تحت العين، بيبقى شكله حلو قوي. درجتي فيه ناتشرال بيج. الناس اللي ما بتحبش تارت شيب تيب علشان هو ناشف تحت العين، جربوا تو فيز، ده تحفه جدا جدا، حلو قوي، وكمان كميته كبيره فهيقعد معاكي فتره طويله قوي. اخر نوع بقى جربته اللي هو رقم 5 علشان هو بالنسبه لي اقل واحد. الاربعه التانيين دول احلى منه بصراحه. اللي هو بتاع ناتشرال راديانت ده برده حلو جدا، بس في منه حاجات كتير في الدراج ستور شبهه. دول مفيش منهم حاجات كتير في الدراج ستور شبههم، يعني هو ده الفرق بينهم، عشان كده خليته رقم 5. فنارز ممكن تلاقي منه بديل، انما دول ما اعتقدش ان في بديل شبههم لغايه دلوقتي، حدش عارف يعمل بديل شبههم من الدراج ستور يعني، عشان كده خليته رقم 5. انما نارز هتلاقي منه بدايل كتير يعني تغنيكي عنه. هو تخطيطه لايت تو ميديوم. الدرجه اللي جت معايا كانت كاسترد، كانت حلوه عليا. ففي منه كمان جربت درجه فانيلا، كانت برضو افتح منها شويه بس للتنوير، برضو حلوه، خفيف تحت العين، مش بيكسر، ما تحسيش بيه اصلا ان انت حاطاه. هحط لكم برضو صورته هنا عشان تبقوا عارفين شكله. هالي اللي بيحب حاجه نارز وبيحب الجرامه اكيد مجرب الكونسيلر ده وعارفه. هو قديم جدا ولسه بيتباع لغايه دلوقتي، يعني لسه مشهور ولسه محافظ على يعني محافظ على مكانته كده، ان هو لسه في ناس لغايه النهارده بتروح تشتريه، وبتهيألي انا هرجع اشتريه تاني يعني، مش اللي هو خلاص كده لا مش هشتريه تاني، عايزه ارجع اشتري منه تاني، لان الدرجه بتاعته كانت حلوه وكانت بتنور تحت العين كويس قوي. وعنده طبعا شيدز بالهبل، كل اللي انا بتكلم عنهم دول عندهم، يعني اكيد اكيد هتلاقي الشيد بتاعتك لان درجاتهم مهوله. فده بقى احلى حاجه في الهاي اند، ان انت تلاقي درجات بالهبل يعني. دي كل حاجه الفيديو النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا واستمتعتوا بيه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وكمان تعملوا سبسكرايب عشان يوصل لكم الفيديوهات الجايه، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.